تعرف شنو قاعد يصير في المنتدى هذايا؟ هو صحيح طبعا موجه للمستثمرين، موجه للعاملين في القطاعات الاقتصادية، لكن المواطن التونسي مستمع الإذاعة الوطنية التونسية يلزم هو زادا يفهم ش قاعد يصير في المنتدى، علاش عنا المنتدى هذا في بلادنا، شنو هو الآفاق الموجودة للاستثمار في تونس، كيفاش باش يتم خلق مواطن الشغل في بلادنا، شنو هو المستقبل اللي يستنى في أولادنا. زادا اليوم العالم يتحول يتقدم، وتونس يلزمها زادا تواكب كل هذه التحولات. فأكثر من 850 من الحضور يتحدثوا اليوم اقتصاد استثمار من جنسيات مختلفة. قبيلة تحدثنا مع غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية، وإذا فاتكم الانترفيو اللي فات ولا أي حوار تلقوا كل الحوارات على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك، مع تحياتنا لسيف الطرابلسي اللي قاعد ينقل في صوتنا وصورتنا المستمعين. الآن حديثنا مش يكون مع مش غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية، وإنما تتسمى حجرة الحجرة التونسية. استغرب الغرفة ولا أكبر هذه؟ أنا استغربت قلت عليش حجرة قالي تتسمى هكا. معنا مدير بالحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، عندنا 300 شركة ألمانية في بلادنا، ومعنا الدكتور مكرم بن حميدة معه. هو مش ناخذ أكثر تفاصيل على حضور الألمان في تونس وأبرز القطاعات اللي يستثمروا فيهم، ثم الإشكاليات اللي تطرح اليوم لمزيد دعم الاستثمار الألماني في بلادنا. شكرا ومرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين. كما نعرفوا الدولة الألمانية تمثل شريك استراتيجي مهم جدا من سنين مع تونس، كما تونس عندها هي الشريك الاستراتيجي الممثل في اليونيو أوروبيان. نحكي شوية على الشركات الألمانية. كما قلت سيادتك تويكا، الشركات الألمانية تمثل عددهم 300 شركة ألمانية أو بمشاركة ألمانية، يوفروا 90,000 موطن شغل. فما شركات كي نحكيوا على شركات الأكثرية نتاعهم التخصص نتاعهم عديد، منها في الصناعات الأكثرية نتاعهم في الصناعات التحويلية، منها صناعة مكونات السيارات نعرفوهم غير ما نعملوا في البيستي لشركة هذوما. فما شركات كلوا ألمان وكلوا سيارات ديما معروفة معنا مكونات السيارات، مش مكونات السيارات فقط، ما يفهم شركات عالمية موجودة معتها ألمانية موجودة في قطاع النسيج، صناعات الأدوية والخدمات، وما ننسيوش القطاعات الاقتصادية أخرى متوفرة. فما برش شركات قاعدين يخدموا معتها، فما مناطق صناعية نقولوا احنا الأكثرية نتاع شركات نتاعهم. فما شركات ألمانية كهوفيا وين مثلا؟ باش نقولوا وين معناتها باش نخاف انا نقول الشركه هذيك وننسى الشركه الاخرى الالمانيه، من غير ما تسمينا الشركات شنو المناطق اللي تتمركز فيها هذه الشركات الالمانيه؟ نقولوا باغ اكزومبل ولايه سوسه، كنقولوا ولايه تونس الكبرى، كنقولوا ولايه بنزرت، فما مناطق صناعيه مهيمن عليها الشركات الالمانيه. نعم جميل انه زاده ما نساوش بيجا كما تخشوا علينا بيجا تويكا، فما شركات اخرى بدات زاده تستوطن في مناطق اخرى كما تبرقة، منطقة صناعية بتبرقة، هذا معناتها حاجة جديدة هنايا معناتها نجم نقولوها هنايا. معناتها جت شركة اترافير لا شامب تونيزو الموند لاندستري دو كوميرس زاد العمناول وفي تبرقة تويكا موجودة. معناتها هذا الكل يرجع زاد للزملاء نتاع الدولة التونسية اللي ساعدونا في هذا كما الفيبا والتيا والوزارات المعنية بالأمر اللي عاونونا في توطين الشركات الألمانية زاد هنايا. معناتها كان فما شركة قاعدة ما بين المغرب وتونس ومصر، ووفرنا لها كل شيء في تونس هنا واختارت تونس ومنطقة برقة. جميل جدا، يعني فما في الأفاق مشاريع أخرى إن شاء الله مش تكون في بلادنا؟ والله إن شاء الله بقدرة ربي، معناتها إحنا نوفروا العبد يخدم على روحه وربي قادر الخير. معناتها تونس كما نعرفوها إحنا تونس موقع جيو استراتيجي للشركات. معناتها كما نعرفوا احنا فما فقدان ثقه ما بين الشركات الالمانيه والبلدان الاسيويه، نعرفوا صار في لابيريود كوفيد على ذاك الاكثريه نتاع الشركات تويكا. انا مش نحكي على الشركات الالمانيه، الشركات الالمانيه توجهت الى شمال افريقيا وبالاخص الى تونس، خاطر يحبوا يوليوا يصنعوا في تونس. علاش؟ والا يعملوا النير شورينج في تونس. علاش؟ القرب ساعه عندك من اوروبا، معناتها في ساعتين تكون
في تونس عندك اهم حاجه هي توفر الكفاءات ولاد العامله التونسي. كي احنا نحكيو على الشركات 300 شركه المانيه ولا بالوحد الماني فينانسمون الماني، معناتها كي تجي تشوف الاكثريه نتاع لي سي او نتاعهم المديرين نتاعهم تونسي، كفاءات تونسيه ماهيش كفاءات المانيه اللي شاده رؤوس الشركات في تونس. وفما حاجات اخرين قاعدين نعملوا عليها، هي يلزمنا نخدموا شويه ولا نزيدوا تعزيز الاستراتيجيه الاتصاليه وللتعريف بالمناخ الاقتصادي في تونس. هذه حاجه قاعدين نخدموا عليها ان شاء الله قدره ربي، يلزمنا نخدموا اكثر واكثر باش نكونوا بلو كومبيتيتيف زاده ونعرفوا بالبلادات نتاعنا. هي السيده الوزيره صباح القوس على حديثك بالعسل، حكيت على البوابه نتاع الاستثمار اللي هي وسيله تواصل مع العالم اجمع، هل هذا اش تقصد انت باستراتيجيه الاتصال؟ هذاك اش حبينا نقصده، خاطر ما تنجمش العباد ما تعرفكش. فما شركات اخرين كما نحكيو على الشركات الصغرى والمتوسطه ما تعرفش الافاق هذايا، يلزمنا نعرفوا اكثر بتونس وسورتو نفتحوا افاق اخرى للاستثمار في تونس. هذه اهم الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليها. يعطيك صحة، نشكرك برشا دكتور مكرم بن حميدة، مدير بالحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. يوم سعيد ان شاء الله. يعيشكم، ميرسي. ليليا، نعم. لكم الكلمة، لكم ربما ألمانيا.